للمزيد حول هذا الموضوع انضم الينا عبر الهاتف من لندن الدكتور رامي عبد الرحمن، مدير المرصد السوري لحقوق الانسان. اولا سيد رامي، بعد التحيه، نتحدث عن 15300 مرتزق، هكذا كان بيانكم اليوم. على الجانب الاخر لدينا المهمه الخاصه التي يقوم بها حلف نيتو، وهي عمليه ايريني لمراقبه السواحل الليبيه بشكل عام. كيف تتسق هذه المساله مع هذا الكم الهائل؟ نتحدث عن الالاف من المرتزقه الذين يتم نقلهم من سوريا الى الاراضي الليبيه. طبعا مساء الخير. انا نقول بان عبر الطائرات التابعه للخطوط الجويه الليبيه على ما يبدو الخطوط الجويه التابعه لحكومه الوفاق او لعبد الحكيم بلحاج يجري نقل هؤلاء المرتزقه من الاراضي التركيه باتجاه ليبيا، وايضا دفعات اخرى خرجت سابقا بحرا عبر سفن حربيه تركيه باتجاه الاراضي الليبيه. لكن المفارقه بان القضيه باتت ذهاب وعوده، هناك من عادوا الى الاراضي السوريه وذهبت مجموعات اخرى باتجاه الاراضي الليبيه، ومن عادوا قالوا بانهم يعني في اجازه او في استراحة من أجل إعادة تجديد العقد والعودة إلى ليبيا. هم حصلوا على أموالهم الكاملة، من عاد حصل على أمواله الكاملة، أي 3 أشهر 6000 دولار حصلوا في ليبيا على نحو 1000 منها، والباقي يعني استلموها داخل الأراضي السورية أو في الأراضي التركية. الأموال التي دفعت شجعت آخرين للاستعجال للذهاب للقتال في ليبيا. طبعا البعض يقول بأنهم فقط يقومون بحراسة مقرات حكومة الوفاق، لا على الإطلاق، هم كان لهم الدور الأساسي في معركة المعارك التي دارت خلال الأسابيع الفائتة والأشهر الفائتة، وهي التي ساهمت حقيقة الأمر بتقدم قوات حكومة الوفاق على حساب الجيش الوطني الليبي. العمليات كانت تقاد يعني وفق العائدين من تلك المنطقة وقادتهم من قبل الجيش التركي، هو الذي كان يقود غرفة العمليات، ورأس الحربة كانوا هؤلاء المرتزقة التابعين للحكومة التركية من حملة الجنسية السورية. سيد رامي عبد الرحمن، مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، شكرا على هذه التوضيحات.